أوقفت وزارة التجارة عمليات النقل والشطر في البطاقة التموينية استعدادا لعملية طبع استمارة البطاقة الجديدة لعامي 2020-2021، وأوضح بيان للوزارة أنه تم الإعمام بذلك على فروع التموين كافة بعد استحصال موافقة وزير التجارة محمد هاشم العاني على آلية طبع وتوزيع البطاقة التموينية الجديدة، داعيا المواطنين ووكلاء المواد الغذائية إلى الإسراع بالإبلاغ عن المتوفين والمسافرين ليتسنى للدائرة إجراء اللازم قبل الشروع بعملية الطبع، وستكون العقوبات مشددة في حال عدم الإبلاغ.